وهو المجرم أبو محمد بكور كما وصفه علي، ليصنع منه قاتلا بلا رحمة يطلق الرصاص ويقطع ضحاياه. علي عمر شمه، مدينة السلامية. الشخص من أصدقاء أبوي يدعى أبو محمد بكور، ساكن بحما، وأحد المجرمين يعني، وهو أبوي يعني أهل المجرمين. أبوك عنده أسبقيات؟ هذا حسب كلامه هو، أنا أبوي ما ذكر لي شيء قدام، بس لكن هذا حسبه. بيوم من شي شهرين إجا لعنا على الدار، إجا قال لي روح معي مشان أعلمك كيف ترسل مقاطع فيديو لقناة الجزيرة ويصال وصفا والبي بي سي والعربية مشان ترسل لي مقاطع الفيديو. أنا هون رحت معه، رحنا كان وقتها على الغروب، رحنا ما وصلنا على حما، دق له للي رايد انه يعلمني، ما لقى هون، قال له ماني فاضي او شيء يعني، ما مشي الحال. ايه بعد شوي رحنا صلينا المغرب، بعدين قعد شوي مع شيخ الجامع وطلعنا، فتلنا بحما، وبعدين رحنا على منطقه على الجسر، صف السيارة لقدام، صف السيارة قدام على الجسر، في كان شغل 10 أشخاص أو أكثر، ما بعرف العدد يعني. إيه وفي واحد بالنص مدني، هذوك ملسمين كلياتهم. إيه والله نزل هذا من السيارة، أهلين أبو الوفا، أهلين أبو محمد، صاروا يذكروا هيك اسمه. إيه بعد شوي عيط لي علي، جيب السيف من ورا وتعال. أنا هون جبت السيف، بعدين قال لي روح جيب المسدس من التابلو. جبت المسدس، قال إجا هون طلع من جيبته، طلع شيء مثل كاتم الصوت، وضعه للمسدس. قال امسكه، قلت له شو بدك تعمل؟ قال امسكه، مسكت المسدس بس ما بعرف. قال قوس عليه، قلت له أنا ما قوس على مين؟ على هذا الشخص. قال هذا عوايني، متعامل مع الأمن وضد الثورة. إيه قال تعرف اسمه؟ لا. قال قوس عليه، قلت له أنا ما بدي قوس عليه، أنا ما بدي قوس عليه. أجبرني هون، إجا واحد من وراي قال مشان تقوي قلبك ومشان تصير زلمة ومن هالحكي. هون إجا واحد من وراي حط المسدس، طلق أول طلقة إجت بخاصرته، وقع هون هو بالأرض. هو مربط وقع هون بالارض. بعدين اجوا اثنين شالوا هون، صار يصيح مشان الله اتركوني، عيفوني مشان الله اتركوني، ما حدا. اجوا شالوه، اجيت كمان طلقت الطلقه الثانيه بس ما صابته. بعدين اجت قال لي ابو محمد بكور، قال لي روح على السياره. قلت له ما بدي اروح، شو بدك تعمل؟ قال روح على السياره. قلت له ما بدي اروح، شو بدك تعمل؟ اجوا اثنين، واحد كمشني من هون وواحد كمشني من هون، اخذوني على السياره. انا هون طلعت هيك لورا، كان يسحب السيف اللي جبت له اياه، قطع له جلده يعني، عم يقطع له راسه. بعدين نحن رجعانين على البلد. قال لي بتعرف شو عملنا فيه؟ قلت له لا. قال هلا قطعته انا ورميته بالعاصي. قال لك شيء كمان؟ لا. قال لي انه ابوك قبضاي، شارك مانك يعني مانك طالع له، شارك معنا بعمليتين مثل هالعمليات. ابوي شخص يعني جاب اموال يعني، اجته اموال من السعوديه. كيف اجته؟ هو بيسافر بياخذ رحلات حج وعمره على السعوديه، فجاب اموال، جاب معه هاتف سوريا من هنيك مشان يتواصل معهم. معادل لمبيض، مواليد حما، 8/1/1984، بشتغل بمجال الديكور والأسف المستعارة. أنا كنت موجود خلال اقتحام المجموعة المسلحة لنادي الضباط مدينة حما، سمعت صوت اطلاق نار، رحت لشوف شو في. لحالي رحت لشوف شو في. شو شفت؟ شفت في عناصر مسلحة كانت محاصرة نادي الضباط من 4 جهات، كان في شي 200 شاب خلف العناصر المسلحة. شو كان سلاح المسلحين؟ كلاشينكوف وبنادق آلية، بمبكشة، مسدسات حربية.
بالإضافة إلى القنابل البنزين، أناني البنزين مولوتوف. شو صار عليه؟ صار إطلاق النار بشكل كثيف لتخويف العناصر الموجودة بقلب النادي. بعدين طلبوا منه المسلحين قريب الأناني البنزين، وقمنا بتقريب أناني البنزين لعند المسلحين لإحراق النادي من جهات الأربعة. تم إحراق النادي من أربع جهات ما عدا المدخل الرئيسي ظل مفتوح عشان المسلحين يفوتوا على الطابق الثاني يقتحموه ويشوفوا العناصر الموجودة فوق. اللي استسلم أخذوه أسروه، واللي ظل عم بقاوم قتلوه بمحله بأرضه. تعرف هذا المسلحين اللي فاتوا؟ بعرف شخصين كانوا موجودين هنيك. شو اسمهم؟ واحد اسمه بلال بارودي، واحد اسمه أنس خباز. هذول كانوا مع واحد كلاشنكوف، الثاني معه مسدس حربي. كانوا موجودين بالحادثة. قاوموا العناصر اللي كانوا موجودين؟ قاوموا للدفاع عن النادي وممتلكات النادي، بس كان عدد مسلحين كبير يعني. بعد ما خلصت العملية فتنا وعملنا عملية سرقة ونهب للنادي.